السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكون أحوالكم على خير. اليوم إن شاء الله وصفة سهلة مهلة في المقلات، المقادير ديالها أكيد موجودة عندكم، وغادي نستعملوا فيها إن شاء الله المندرين اللي متواجد بكثرة في هذه الوقت هذه. ونبدأ على بركة الله. هنايا جوج ديال المندرينات وغادي نبدا كنقطعهم. انا غادي نقطعهم بالقشره ديالهم باش يتقطعوا ليا رقاقين وما يتخسروش ليا. من بعد راني غادي نزول ليهم هذيك القشره. هنايا المقلاه وغادي ندهنها بزبده. المهم المقلاه خاصها تكون غير لاصقه ضروري، اولا استعملوا ورق الفرن. غادي ندهنها مزيان بالزبده. هاد المقلاه هادي ما كتلصقش نهائيا، يعني الجوده ديالها مزيانه. غادي غير ندهنها بالزبده مزيان صافي. عليها هنايا شويه ديال السكر حبيبات في القاع بالشكل هذا، وغادي نستو فيها هذوك الطريفات ديال الليمون، دوائر ديال البرتقال. المقلاه ديالنا دابا اصبحت موجوده، غادي نخليوها على جنب. الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي نقشر جوج ديال المندرينات وغنوضعهم فيه. وضعت هنايا مندرين، مندرينة اللي تكون كبيرة، غنضيف عليها شوية ديال الماء باش منين نطحنو نستخرجو منو الكاس. غندوزو دابا نحضرو الخليط. كنحتاجو هنايا بيضة اللي تكون كبيرة الحجم. أنا عندي هنايا غير جوج بيضات اللي هما صغيورين، شوفو شحال صغيورين هاد البيضات. المهم كتحتاجو بيضة واحدة، ولكن أنا عندي صغار غادي نستعمل جوج. يكونوا بحرارة المطبخ كالعادة. تحتاجو جوج ديال الملاعق كبيرة ديال السكر. إذا كان المندرين ديالكم محلوش ممكن تزيدوا الكمية. غادي نخلطو. الزيت تقريبا الملعقة الأولى، الملعقة الثانية، والملعقة الثالثة غير مملوءة، يعني تقريبا جوج ديال الملاعق ونص. دائما رشة ديال الملح اي حاجة واخا تكون حلوة. وغادي نخلطو حتى يصبح لنا الخليط ابيض اللون. غادي ناخدو العصير ديال المندرين اللي طحنا، كوب ديال العصير اولا كاس ديال العنبة ديال عصير المندرين. وكنستمر دائما في التحراك. نحتاجو صاشي واحد ديال خميرة الحلويات، غادي نضيفوه. ودابا غادي نبداو نضيفو في الدقيق، تقريبا 160 غرام ديال الدقيق. ونحسب ليكم بالكؤوس شحال كتعطي. غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه، وحنايا كنخلطو تقريبا كاس ونص ديال الدقيق. ولكن كيبقى الكميه دائما كنقولوها بانه على حسب درجه امتصاص هذاك الدقيق، لانها كتختلف من نوع لاخر. غادي نبقى كنحرك وفي نفس الوقت كنضيف الدقيق، يعني من كاس ونص حتى لجوج كيسان. سالت الكميه ديال الدقيق، وهذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، تماما بحال القوام ديال الكيك كما كتشوفوا. ممكن انكم ديروا به رقم 8 بلا ما يتقطع صافي. ودابا غنجيبوا المقلاه ديالنا ونصبوا الخليط من الفوق. دائما حاولوا نوضعوه على الحبات ديال البرتقال باش نثبتوهم وما يتحركوش من البلاصه ديالهم. حاول نوزع الخليط مزيان هكا في الجوانب وكل شيء
صافي. وبالنسبه للطياب فكطيب على عافيه اللي تكون مهيله جدا جدا، يعني اقل درجه عندكم في البوطه ديالكم هي اللي غادي ديروا عليها، باش هكا كطيب من الداخل وما كتجيكمش معجنه، وفي نفس الوقت ما كتحرقش. غنوضحها دابا فوق البوطه. شوفوا العافيه اللي درت يعني صغيره بزاف بزاف، وغادي نستعمل هذه ديال الطاجين. صافي غادي نوضعوا دابا المقلات ديالنا فوق منها، غادي نغطيوها ضروري باش هكا كطيب لينا مزيان. كتشوفوا شي غطاء يكون قد المقلات، وغنخليوها دابا طيب على خاطر حتى نشمو ريحتها ان شاء الله. المقلات ها هي، غادي نزولها دابا، نزول ليها الغطاء ديالها. كتقيسوها كتلقاوها نشفات، يعني ما بقاش كما كتشوفوا ما كاينش العجين من الفوق. ودابا غادي نقلبوها. ضروري انكم تاكدوا انها ما لاصقاش، يعني تحركوا لها الجوانب ديالها باش نقلبها بسهوله. غنجيب ورق الفرن وغنجيب طبسيل هذا الشكل، وغادي نقلبوها كما كتشوفوا راها ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وغادي نعاودوا دابا نرجعوها باش طيب على الجهه الاخرى. شوفوا هذاك البرتقال كيجي من برا كيزين لها الوجه ديالها. دابا غنردها طيب من الاسفل، نخليها نيت في هذا الورق هذا. هنايا من بعد ما تحمرت من الاسفل غادي نعاودوا نقلبوها على هذه الجهه هذه باش تزيد تحمر كما كتشوفوا. درت فيها شويه ديال الزبده، وغادي نعاودوا نرشوا فيها شويه ديال السكر سنيده باش هكا تعاود تاخذ اللون، وغادي نعاودوا نقلبوا فيها. ديالنا هي قلبناها في الطبسيل، راه كتجي ما شاء الله هشيشه بزاف. غندهنها انايا بشويه ديال العسل، دهنوها بشويه ديال الكونفيتير من الفوق، نرش عليها شويه ديال المكسرات. الشكل ديالها انا هنايا شويه فوت ليها العافيه، ولكن ماشي مشكل، راه كتجي مزيانه. غنقطعوها دابا باش نشوفوا الشكل ديالها. شوفوا راه كتجي عاليه وكتجي رطبه كما كتشوفوا، اسفنجيه وكيجي المذاق ديالها زوين صراحه. كتجي طايبه زعما ما تخافوش منها، فقط تخليو ليها الوقت باش طيب على خاطرها، نقصوا عليها العافيه مزيان. ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وتحضروا هذه الفطيره هذه في الكوتي هكا، ساهله بزاف وبزاف كتوجد، وما تحمروهاش بزاف بحالي. هذاك البرتقال راه كيتعسل وكيعطي واحد المذاق زوين. وخليتكم على خير، والسلام عليكم.